برحب فيكم أعزائي المشاهدين. بعد تشكيلة العصائر والمشروبات نبتدي نجهز طبقنا الرئيسي، حيبقى طبق سريع ومغذي ولذيذ. نعمل نودلز مع الدجاج والخضروات. نشوف مع بعض المقادير. فيليه الدجاج مع الخضروات والنودلز، من 3 إلى 4 كيس نودلز، 4 ملعقة كبيرة زيت، 2 قطعة فيليه دجاج مقطع عيدان رفيعة، 2 حبة كبيرة جزر مبروش، 2 حبة كبيرة مشروم شرائح، حبة كبيرة فلفل حلو شرائح، حبة كبيرة فلفل حلو أخضر شرائح، حبة كبيرة فلفل حلو أصفر شرائح، 2 حبة كوسة مقطع عيدان رفيعة، 2 حبة بصل جوانح، ربع كوب صلصة الصويا، ملعقة صغيرة أجينوموتو، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون. أعزائي المشاهدين، وصفة النودلز هذه من الوصفات السريعة وممكن ست البيت تجهزها بثواني. أنا عم بسخن هون شوية مي عشان بدي أبتدي أسلق النودلز. أنا قلت كلمة أسلق عشان في ناس يمكن بحسوا إنه موضوع النودلز هذا صعب. أنا مش حسلقها بالحقيقة، مجرد إني ححط عليها فقط مي سخنة. ونتكلم عن النودلز اللي حنستعملها اليوم. نودلز هذه مصنوعة من الرز، والوصفة هذه بتمشي مع أي نوع نودلز أنتوا حبيتوا تجربوه، ولكن فرصة إنكم تتعرفوا على هذه الأنواع. بنشوفها في السوبر ماركت، بتبقى عبارة عن زي الشعرية أو زي الكنافة، زي ما بتحبوا. في نودلز تبقى خشنة ومقاسها أعرض شوي، ولكن هذه بتبقى كتير رقيقة. جربوا طعمها يمكن تعجبكم. إذا ما حبيتوا هالطريقة فيكم تستعملوا النودلز العادي اللي بيبقى شكلها زي السباكيتي، وسمكتها طبعا بتبقى أسمك من هذه بشوي. حبتدي هلأ أضيف عليها مي سخن أو بيغلي أو بارد شوي على حسب ما بدي، بس المي السخنة بتسرع لي شوي وقت النقع، ما بعمل فيها شيء، مجرد اني انا بس ببللها بهالطريقة واسيبها لثواني بسيطة. على طول بحس انها بشبشت. ونبتدي نتكلم عن تشكيلة الخضروات اللي حنستعملها. وابتدي اضيف البصل مع التشويح السريع. البصل ما بدي ابدا يتغير لونه. بتتذكروا في بعض الاوقات كنا على حسب ما بذكر يا بنعمل برياني او هيك اكلات بنقول لازم البصل يبقى مثلا لونه ذهبي غامق، او لما بنعمل رز السمك، يعني على حسب ما بتذكر اللي بيجي على بالي. لكن اليوم احنا بنقول البصل اوعوا يتغير لونه لانه حيتغير طعمه. احنا بدنا طعم هادي جدا. يبقى مجرد اني انا عم بشوح البصل، ونشوف طريقة التشويح وايش لازمة القلاي العميقة بهذا الشكل. لاحظوا انا لما بشوح بخلي الخضروات تنحدف على الاطراف، لاحظوا هالطريقة هاي، عشان هيك بضلها حواف القلاي العريضة هاي سخنة كتير، فبنحافظ على الخضروات انها ما تدبل معنا وما تطلع ميتها بسرعة. حضيف قطع الدجاج المقطع، زي بنسميه قطع الشاورما، زي شو بتحبوا هتسموه. بلاحظ الدجاج عندي استوى على الاخر، والبصل اذا عم ببين معكم في الكاميرا ما تغير لونه ابدا. ببتدي ازيح هالمكونات هذه على جنب واعمل مكان عشان نبتدي نجهز الخضروات اللي حنستعملها. هلا اي خضروات حبيتوا تبتدوا فيها، الفليفله حنحط الفليفله بهالطريقه، ونحافظ دائما على انه كل الخضروات تبقى مقطعه بنفس الحجم. الفليفله الصفراء، ونحط الفليفله الخضراء. طبعا في ناس بحبوا يكتروا يقللوا الخضروات على حسب ما بتحبوا. اعتقد هيك الكميه هذه معقوله عندنا. حطيت الخضروات او حطينا صنف واحد. ابتدي هلا اشوح او اقلب مع تقليب مستمر وسريع. هلا انا الخضروات هذه كلها ما بدي اياها تدبل، قدر الامكان بدي اخليها محتفظه بنضارتها، وهذا من الاساسيات اللي فعلا تعطيني الطبق المميز. ابتدي برضو زي ما
عملنا مساحة في الوسط، نبعد الخضروات هذه كل المكونات على جنب. وليش أنا بعمل المكان اللي في الوسط هذا وبسيبه لمدة ثواني لبين ما عم بجيب الخضرة من هناك؟ بتكون الجزء هذا سخن كتير كتير، فمجرد ما هحط عليه أي خضروات تانية على طول بتنشف ميتها. هي طبعا بتبقى ثواني ولكن تفرق معانا في الطبخ. هحط الكوسة، أنا الكوسة مقطعاها عندي عيدان رفيعة، واستنى ثواني زي ما اخذنا بالنا قبل شوي، مش على طول نقلب، ثانيه واحده بتفرق معانا. هلا ابتدي اشوح برضو واقلب الخضروات اللي من الطرف، اخذها بهذه الطريقه. ابتدت الروائح عندي الشهيه تطلع ومختلطه مع بعضها. هالتشويحه هذه مهمه. اذا في عندنا خضروات ناشفه بنبتدي دائما نحطها في الاول عشان تاخذ وقت اطول. برضو هلا نفس التكنيك او نفس الاسلوب، ازيح هالمكونات كلها على الجوانب، اعمل فجوه في الوسط واستنى لثواني بسيطه ونشوف الصنف الاخر من الخضروات اللي حنستعمله اللي هو المشروم. المشروم اذا موجود عندك فريش بيبقى طعمه طبعا رائع جدا، اذا مش موجود وحبيتي تستعملي المعلب بيمشي الحال. وخلوا بالكم في عنا انواع عديده من المشروم، فكل ما كانت نوعيته جيدة كل ما كان الطعم أطيب. نفس الطريقة حنسيبه لثواني بسيطة، بعد هيك برضو نشوح. وخلوا بالكم هالثواني البسيطة اللي أنا حدفت الخضروات هذه على محيط أو على جوانب الطبق برضو هي عم تنشف وعم تعطيني الطعم. كل ما هلأ بقلب بتحسوا فعلا ريحة هالطبق أصبحت شيء جدا رائع. على فكرة عشان أكون صريحة معاكم بعطيكم هيك ملاحظة صغيرة، الطبق هذا بحد ذاته بهالشكل يعتبر طبق خضار لطيف جدا، ممكن تتناولوه وتعملوا خضار بهذه الطريقة من غير ما نضيف النودلز، أو إذا حبيتوا ممكن تعملوا هالطريقة خضروات فقط اللي بيحبوا أطباق الخضرة. حامل فراغ في الوسط وبرضو أضيف شوي من الجزر المبروش، أو إذا حبيتوا مقطع عيدان رفيعة بنفس الطريقة. نقلب. هلأ الدجاج عندي استوى 100%، الخضروات ما زالت محتفظة برونقها والفيتامينات اللي فيها. رشة خفيفة من الأجينوموتو، ما نكتر، هو بيعطيني فعلا طعم طيب. ورشة خفيفة من الجنجر أو الزنجبيل. بدأت الروائح هاي تطلع. شوية فلفل أسود، وبنرجع بنقول الجماعة اللي بدهم يستمتعوا بهالطبق، هلا الطبق عندي هيك جاهز. بضيف هلا آخر إضافة عندي صلصة الصويا، وما نكتر، أنا قلت حوالي ربع كوب لأنها فعلا هي اللي بتعطيني الطعم الطيب. اندو إذا حبينا نزود. وآخر إضافة زي ما إحنا قبل شوي ابتدينا ونقعنا النودلز، هنضيفها مباشرة على الطبق. حاول أصفيها قدر الإمكان. ويبقى هلأ طبقنا جاهز، مجرد تقليبة خفيفة وعلى السفرة على طول. أهم إشي في الطبق هذا أني أكون فعلا عاملة حسابي التقديم السريع. هلأ بقلب هالخضروات مع النودلز. ريحة الصويا برضو طلعت لي ريحة رائعة جدا، وما في داعي أقلب كتير يا جماعة، خلوا بالكم عشان أضلني محتفظة بهالألوان الشهية. لما أجي أغرف على طول بعطيها تقليبة تانية أو حركة تانية، والطبق زي ما اتفقنا يكون عندي جاهز للتقديم وينسكب بلحظتها عشان فعلا نستمتع بهالطبق اللذيذ.